مارس مليء بالأحداث الكتير المهمة، ويوم 21 مارس مش عيد الأم فقط، لكن هو كمان اليوم العالمي لمتلازمة داون. ولأن من كل 1000 شخص في شخص مصاب بمتلازمة داون، مهم إن احنا نوعي بهذا الموضوع، نعرف إيه أسباب الإصابة، لماذا ممكن الشخص يكون عنده متلازمة داون، إيه هي هذه المتلازمة، طيب إزاي بيقدر إن هو يتكيف مع المجتمع، هل في بتبقى تدريبات معينة، نصايح معينة لازم نقدمها لكل شخص عنده متلازمة داون علشان يكون بيعيش حياته بشكل أفضل. هنتكلم بالتفصيل أكتر. بينضم لينا عبر تطبيق زوم دكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة. أهلا بحضرتك يا دكتور معنا. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين كلهم. زي ما قلنا كده، شخص من كل 1000 شخص بيكون عنده داون سيندروم أو متلازمة داون. عايزين في الأول نشرح إيه هي متلازمة داون، وإيه الأسباب اللي تخلي الشخص يكون عنده هذه المتلازمة. متلازمة داون دي أول ما اتعرفت سنة 1862 طبيب إنجليزي اسمه جون داون، لقى أن بعض الأطفال عندهم سمات معينة وبياخدوا شكل معين وصفات معينة، وكان ميالين شكلهم إلى شكل الطفل الجنس والعرق المنغولي، فتسمت في الأول باسم متلازمة الطفل المنغولي. سنة 1959 تقريبا بعد حوالي 100 سنة جه طبيب تاني اكتشف السبب الرئيسي اللي بيخلي هذا العيب بيظهر على بعض الأطفال. لكن سنة 1965 منظمة الصحة العالمية اعتبرت ان هذه التسمية متلازمة الطفل المنغولي دي فيها عنصرية، فقرروا ان هم يغيروا الاسم وسموه باسم اول طبيب اكتشف القصة دي ووصف هذا المرض، فتسمت متلازمة داوني أو داوني سيندروم. كلمة متلازمة يعني إيه في الطب؟ لما بنلاقي مجموعة أعراض غير مترابطة بنحطها في كلمة متلازمة. الطفل دوت بيبقى له سمات معينة، له بنعرفه إزاي؟ من الشكل العام. لو خدنا بداية من فوق لتحت، شعره بيكون ناعم جدا، بيكون مبتسم دائما، تجويف بقه بيبقى صغير ولسانه حجمه كبير، فغالبا بيبقى لسانه طالع لبره، الاذن بتاعته بتبقى نازله شويه عن وضعها الطبيعي، مش في منتصف الوجه. العينين بتاخد شكل مسحوب وملفوفه لفوق، وفي احيانا القزحيه بتاعت العين بتبقى فيه بقع بيضه. لو نزلنا تحت شوية، احتمال بيكون هذا الطفل بنسبة 30% عن أقران من الأطفال الأصحاء عنده عيوب خلقية بالقلب، قد يكون هناك في ثقب في القلب بين الأذينين أو بين البطينين. لو نزلنا تحت شوية، بعض الأطفال بيبقى عندهم استعداد للنوبات الصراعية، الكف بتاع الإيد بيكون عريض وغليظ والصوابع قصيرة، كلنا في إيدينا في علامات خطوط اسمها سيميان كريز. هذه الخطوط في بعض الاطفال، في الاطفال اللي عندهم داوني سندروم بيبقى خط واحد ومحفوف باين بوضوح. صوابع القدمين، الصابع الكبير بينه وبين الصابع الصغير مسافه فيه واسعه واضحه جدا. بعض الاطفال بيبقى عندهم استعداد اكثر عرضه لسرطان الدم اللي هو اللوكيميا. بعض الاطفال بيبقى عندهم طبعا طفل الداوني بيبقى عنده المشكله الرئيسيه في الادراك ومستوى الذكاء. يمكن احنا ذكرنا المظاهر اللي هي في الشكل، اتكلمنا على السمات اللي هي في الظاهر، محتاجين نتكلم اكتر على تكوينه الذهني بيكون عامل ازاي. الادراك التكوين الذهني، انت عارفه احنا بنعتبر الطفل متوسط الذكاء في الاطفال بيبتدي من 72. الطفل اللي متوسط ذكائه 72 بيخش المدارس التقليديه بتاعتنا. لو اقل من كده في الطفل بتاع الداوني سندروم بيكون من 50 ل 60. وده بيبقى محتاج مدارس خاصه، او ممكن نعمل في بعض الدول الاوروبيه وامريكا بيعملوا دمج للطفل بتاع الداوني في المدارس العاديه. احنا هنا عندنا مدارس متخصصه للاطفال ذوي القدرات الخاصه، وفي مدرسه مخصوص كمان لاطفال الداوني بتهتم بيهم جدا. بيبقى كمان عنده صعوبه في القدرات اللغويه وصعوبه في تكوين
مساحة لغوية ومساحة الذاكرة بتاعته. قبل ما نتكلم على جزء التعلم يا دكتور وازاي بيتم دمجه، يهمنا نعرف امتى بنكتشف ان الشخص عنده هذه المتلازمة، يعني ممكن من والطفل لسه جنين في رحم الام نعرف، ولا بيبان بعد عدد شهور معينة بعد الولادة؟ امتى تحديدا بنحدد ان هو عنده هذه المتلازمة؟ عندنا طريقتين للتشخيص. طبعا لو الطفل، لو الاسره فيها واحد عنده متلازم الدوني، الاحتماليه طبعا بتزيد. زي ما حضرتك قلتي، احنا عندنا طفل لكل 1000 حاله حمل بيحصل فيه متلازم الدوني، ده لو الام سنها اقل من 35. لو الام سنها من 35 ل 45 النسبه بتعلى 30 مره، بيبقى الطفل دوني لكل 214 حاله حمل. ليه الموضوع بيختلف على حسب سن الام؟ نتيجة السن بتأثر على نسبة الحدوث للأم وللأب، يعني كبر سن الأم وكبر سن الأب بيأثر على نسبة الحدوث. دي دراسات اتعملت واكتشفنا كده. لما الأم سنها بيتخطى 45 ممكن تحصل حالة لكل 19 حالة حمل. القصة دي هي اللي خلتنا نبتدي ندرس هي ليه بتحصل. ليه انت قلت حضرتك في التشخيص؟ التشخيص ممكن لو في طفل في الاسره او في القرايب عنده الدوني، متلازمه الدوني، بتخلينا نفكر ان احنا نشخص اثناء حمل الام. احنا على الشهر الثالث بنعمل موجات صوتيه للام الحامل اللي هي اسمها الفور دي، اللي هي رباعيه الابعاد. الدكتور بتاع الموجات الصوتيه ساعات بيجد في تخانة في العنق بتاعة الجنين، فبيبتدي يشك ويكتب ملاحظاته. لما بنشك ممكن نسحب عينة من السائل الأمنيوسي اللي بيحيط بالجنين، وبنعمل لها تحليل كروموزومي، فبنتأكد من التشخيص بتاع الموجات الصوتية. ده لو حبينا نشخص أثناء الحمل. بعد الولادة أنا كطبيب أطفال شكيت نتيجة السمات اللي قلتها لحضرتك إن الطفل ده عنده متلازمة الدوني، ببعته يعمل تحليل اسمه كروموزومال كاريوتايبنج، وده بيتعمل في كل المستشفيات الجامعية. ده تحليل جينات يا دكتور صح؟ في تحليل الكروموزومات، خريطة الكروموزومات. هو احنا اكتشفنا الخلل جاي منين. احنا كلنا بنحمل 23 زوج من الكروموزومات، 46 كروموزوم، هم 23 زوج متشابهين تماما، ايدنتيكال. احنا عايزين بس نبسط المعلومه شويه عشان ممكن الناس ما تكونش عارفه، او ممكن بعضنا ما يكونش عارف ايه هو الكروموسوم. الكروموسوم ده هو اللي بيحمل الجينات الوراثيه. تمام. لقينا ان عند كروموسوم 21 الصبغه الوراثيه بتاعته حصلت فيها خلل، فبدل ما هو كان زوج ايدنتيكال، زوج متشابه، لا ده حصل فيه حاجه اسمها انه بقى ثلاثي التثلث، زياده يعني السلاسي. واحد بدل ما كان اثنين بقوا ثلاثه، بدل ما كانوا اثنين زاد واحد بقى ثلاثه، وعشان كده بنسميه في الطب تريزومي 21 ثلاثي. حضرتك يمكن اتكلمت على فكره أثناء الحمل. لو احنا عندنا، اتفضل يا دكتور، اتفضل. تشخيص اثناء الحمل في الشهر الثالث، علشان عندنا حد في العيله كده. لكن احنا اتولد الطفل وطبيب الاطفال شك ان ده عنده المتلازم الدوني، بنبعته يعمل حاجه اسمها كروموزومال كاريوتايبنج، ده بندرس الكروموزومات بتاعته. دي متوفره زي ما قلت لحضرتك في جميع المستشفيات الجامعيه بالمجان، وفي المجلس القومي، المعهد القومي للبحوث، متوفر برضه بالمجان، سهل جدا. وبنعمل ساعتها للاب والام كمان علشان نتوقع ايه اخبار الحمل الثاني. واحنا بنتكلم على داون سيندروم، في بعض التساؤلات كده بتطرح دايما ملتصقه بالموضوع ده. اولا جواز القرايب، هل جواز القرايب بيؤدي لان الطفل يكون مصاب بهذه المتلازمه؟ يعني ده سؤال متداول جدا الحقيقه، في حضرتك تاكد لنا صحه المعلومه. كنا زمان بنقول ان جواز القرايب اكيد بيحصل منه مشاكل، لكن ممكن يحصل منه مشاكل تانية. لكن في الداون سيندروم لو الاسره بتاعه القرايب فيها أطفال متكررين بيحملوا متلازمة دوني، بنشك. وهنا بنقول للقرايب احنا ما عندناش مانع تتجوزوا، بشرط ان انتوا الاثنين تروحوا تعملوا فحص لخريطة الكروموزومات الجينية بتاعتهم.
تمام. عشان نتأكد ان انتوا ما عندكوش فرصة ان يجي لكم طفل بيحمل متلازمة داون. لكن هل هو وراثي 100%؟ لا، الا لو الأسرة فيها ظهر فيها متكرر متلازمة داون ببعض الأطفال. طيب، ده سؤال كان ناس كتير بتسأله. سؤال تاني ليه علاقة أو ليه علاقة بعمر الشخص المصاب بداون سيندروم. ناس بتقول إن هو ما بيعيش كتير، برضو العلم يقول إيه في النقطة دي؟ يعني طبعا الأعمار بتاعت ربنا أكيد. خدي بالك إن الطفل بتاع متلازمة داون لو معاه عيوب خلقية في القلب طبعا دي بتسبب له مشكله حياتيه. فلازم احنا اول ما بيتولد وطبيب الاطفال شك ان في عيب خلقي في القلب بنعمل موجات صوتيه على القلب عشان نعرف لو في مشكله ولا لا، وان كان في مشكله هل هنصبر عليها ولا هنتدخل جراحيا. فدي طبعا دي كلها حاجات مهمه جدا للطفل عشان نديله فرصه للحياه اسهل واجمل وبدون مشاكل صحيه. الطفل ده محتاج يتفحص كويس جدا، محتاج متابعة مع الطبيب بانتظام عشان أي حاجة تطرق على صحته العامة تتشخص تزيد فرص حياته. طبعا الأطفال دول ما بيعيشوش أعمار طويلة، لكن بيعيشوا لغاية مثلا ممكن لغاية 50 سنة، 55 سنة، في أطفال سجلوا هذا العمر، لكن في النهاية الأعمار دي بتاعت ربنا يعني. إذا زي ما حضرتك بتقول أقصى حاجة ممكن 50 سنة أو 55 سنة، وطبعا بنأكد على فكرة دي حاجة يعني بتاعت ربنا. طيب، فكرة التأهيل يا دكتور والطفل المصاب بمتلازمة داون إزاي نتعامل معي؟ هل بيبقى محتاج معاملة بشكل خاص، يعني متابعة طول الوقت مع الطبيب؟ يمكن حضرتك قلت في البعض منهم بيروح للمدارس العادية والبعض الآخر يدخل مدارس مخصصة ليهم. إذا كيف أتعامل مع الشخص المصاب بمتلازمة داون؟ احنا هنتعامل معاه لانه انسان كامل الوعي والادراك والصحه، دول احنا بنسميهم ملائكه الاسره. طبعا عايز اقول لك ان طفل متلازمة داون ده طفل مبتسم دائما وطفل يطفي البهجه على اسرته. ملائكه فعلا يا دكتور. واحب اكد لك قد ايه تعلق الوالدين بطفل متلازمة داون وقد ايه بيكون طفل ذو بهجه في البيت، فهو طفل طبيعي تماما. وعايز اقول لحضرتك ان في منهم النهارده ابطال بياخدوا بطولات وبياخدوا جوائز في الالعاب الرياضيه. في طفل مثل فيلم وترشح للاوسكار، فدول اطفال طبيعيين تماما. المهم نظره المجتمع لهم. نحن نرفض التنمر على اطفال متلازمة داون تماما. هم اطفال طبيعيين عندهم ضعف في الادراك، لكن هم يقدروا يتجاوبوا مع الحياة الطبيعية. عايز أقولك إن في ناس في بعض الدول بيهبوا حياتهم لخدمة هؤلاء الأطفال. لما بيكون المتلازمة الدوني أنواع، في منها أنواع بنسميه النون ديس جانكشن، وفي نوع اسمه ترانسلوكيشن، وفي نوع اسمه مزايد. معظمهم بيكون النون ديس جانكشن. إيه الفرق ما بينهم يا دكتور؟ بعض الأطفال بيبقى دي انواع، يعني هي انواع في الصبغه الجينيه. نوع التحور اللي حصل في الصبغه الجينيه. لكن في انواع من المتلازمة داون بيكونوا شبه طبيعيين في السلوك والادراك، وفي نوع بيبقوا متوسط وفي نوع بيبقى ضعيف. النوع اللي هو بيبقى عنده الادراك ضعيف قوي والاي كيو بيبقى قليل جدا، دول بيحتاج ملازمين لهم، بيحتاج ان حد يلازمهم بصفه دايما. لكن الاطفال اللي بتكون قدراتهم العقليه كويسه واستيعابهم والذاكره كويسه عندهم ونسبه الاي كيو اللي هو معدل الذكاء عندهم عالي، دول بيعيشوا حياه شبه طبيعيه، ما بيحتاجوش مرافق لهم ويقدروا يعتمدوا على نفسهم، بيبقوا اندبندنت وبيقدروا. وبقول لحضرتك في واحد مثل فيلم كامل للاوسكار، فيلم سينمائي وترشح للاوسكار. صحيح، بنشوف ابطال في السباحه مذيعين وفي كل حاجه الحقيقه، يعني اثبتوا وجودهم وان هم قادرين على ان هم يكونوا متواجدين في كل المجالات. لكن انا بتكلم على مستوى كمان الصحه دكتور، هل لابد من انا لو عندي طفل عنده متلازمه داون اكون بزور الطبيب بشكل منتظم بطمن على صحته؟ احنا في الاول لازم نتاكد ان هو ما عندوش مشاكل جايه مع المتلازمه.
يعني ما يكونش عنده عيوب خلقيه في القلب، ما يكونش عنده التهاب، يعني اي دور برد يجي لازم يتعالج كويس، لازم يعني بياخد شيء من الاهتمام اكثر من الطفل العادي. اكيد ده في السنين الاولى، لكن بعد كده بيبقى التعامل عادي جدا، بيحتاج يمكن تعديل سلوك، بيحتاج يمكن جلسات تخاطب لو متاخر في الكلام، لان هم شويه بيتاخروا في الكلام في الفتره الاولانيه، لكن بعد كده بيكتسبوا مهارات، بيبقى عندهم مهارات خاصه بيهم وبيعيشوا حياه طبيعيه تماما. ختاما يا دكتور، لو هنقدم نصايح للتعامل مع أصحاب متلازمة داون، حضرتك حريص تقول إيه، خاصة يمكن لأسرهم كمان؟ الحقيقة أسرهم بيكونوا أحسن مننا كتير، وبيكونوا أوير جدا بالمتلازمة، وبيتابعوهم وبنشوفهم في عياداتنا، وبنشوف قد ايه الاب والام مهتمين جدا بيهم، قد ايه اخواتهم فرحانين بيهم وبيتعاملوا معاهم بتعامل ناضج جدا. انا بقول للمجتمع ممنوع التنمر على اي طفل عنده، مش بس عنده متلازمة داون، عنده حتى اي عيب خلقي. اكيد، لان دول اطفال طبيعيين ودول نعمه من عند ربنا. ممنوع التنمر، بيمارسوا حياتهم طبيعية، بيدرسوا، بيوصلوا لمراحل متقدمة من التعليم في مدارس مخصوصة عشانهم، وهم أطفال طبيعيين تماما. وزي ما حضرتك قلت هم ملايكة الحقيقة، بيكونوا موجودين وسط أسرهم أو وسط المجتمع المصري. أنا بشكرك جدا دكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، شرفتنا يا دكتور. أنا متشكر خالص. مشاهدينا، بكده نكون اتكلمنا عن الملايكة أو اللي ليهم مسمى تاني أصحاب متلازمة داون، عرفنا إيه هي المتلازمة دي، إزاي نتعامل معاهم، وزي ما الدكتور أكد ما ينفعش أبدا نتنمر على هؤلاء الأشخاص، هم أشخاص كاملين لكن مميزين، ده اللي احنا محتاجين نأكد عليه في اليوم العالمي لأصحاب متلازمة داون. لسه عندنا فقرة تانية النهاردة مهمة جدا هنتكلم فيها مع ضيف أيضا مميز، كان لافت قوي ظهوره، مترجم الإشارة في حفل إطلاق مبادرة كتف في كتف، الكل يمكن التفت لمترجم الإشارة اللي كان مميز قوي، مش مجرد ان هو بيترجم، لا ده كمان عايش كل حاجة بيترجم، هنتعرف عليه أكتر بعد الفصل، هيكون معانا بشوي عماد مترجم لغة الإشارة، استنونا.